يعني عليه طلبيه، لان بيه فوائد، بيه فوائد كثير. تنزرع بشهر الثامن 1/8 تزرع بدايات، ينزرع بدايات بيت موس وبيت زجاجي، شهر يضل بالبيت الزجاجي، بعدين ورا شهر يتحول على ارض، ويقوم بعدين شو اسمه بالبداره تربيش وشغلات، ورا ب 15 يوم ورا تقريبا 20 يوم يقوم ينتج، يصير بيه انتاج محصول شتوي. يعني بالصيف بالوقت الحر ما يصير. هذا ينزرع مناطق البارده، فيحب البرد، ايش قد ما يصير جو بارد يحب البرد، على المطر، على البرد، على القحيط، هاي كلها موسم شو اسمه انتاج شتوي. هذا انتاج شتوي بفوائد السرطان، يقضي على السرطان وعلى المفاصل وينقي الدم، هاي كلها شو اسمه فوائده. تكلفه ماله شويه اكثر، بس شنو يعني نص بنص، شويه بالسوق شويه سعره احسن من غيره.